دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى لفنادقهم بمكة المكرمة بعد انتهائهم من رمي الجمرات ثاني أيام التشريق. النهاردة والعشاء الكرة المصرية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي سموحة مع الداخلية في تمام الساعة الرابعة، في تمام الساعة السابعة هيلتقي زد مع فاركو، في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري. والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب تركيا مع منتخب جورجيا الساعة 7 مساء، في العاشرة ليلا هيلتقي منتخب البرتغال مع منتخب التشيك.